بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. نحن الآن في بونشاك الجبل أندونيسيا، نصور لكم فيلا الأندلس واحد، فيلا في آي بي راقية جدا. الفيلا 5 غرف، هذه صالة الفيلا، شوف الصالة هنا، الجلسة والتلفزيون، وهنا المطبخ. المطبخ طبعا كامل بأثاثه كامل، جميع المستلزمات في المطبخ. مع الغسالة وكل شيء. الآن بصور لكم الغرف، وهي طبعا 5 غرف، غرفتين تحت و3 غرف فوق. نبدأ بالغرفة الأولى، هذه شوفوا طبعا مساحة الغرف كبيرة جدا، ونظافتها يعني 5 نجوم، ما يحتاج. شوفوا مساحة الغرف، جميع الغرف مكيفة طبعا، حتى الصالات مكيفة. وهذا دولاب الملابس، هنا عزكم الله دورة المياه. الشطاف، المغسلة، كل شيء، من الشاور مع سخان، يعني شغل مضبوط 100%. الآن بنتقل لكم للغرفة الثانية. طبعا حتى لو تلاحظتوا الصالة واسعة جدا. هذه الغرفة الثانية، تصميم راقي جدا جدا، وغرف واسعة كبيرة ما شاء الله. هنا في الدور الأول مثل ما شفتوا غرفتين مع المطبخ، وهنا برضو في صالة للطعام، صالة خاصة غير القعدة الأولى، شيء خرافي، حاجة محترمة جدا تليق بعملاء شركة المحيط. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، فيلا الأندلس 1. الآن بطلع للدور الثاني. طبعا الفيلا هي مع مسبح، مع حقها الجاردن أو الحوش، واسع جدا للأطفال لو في أطفال. هذه الغرفة اللي ممكن نقول عنها انها الغرفة الرئيسية في الفيلا. شوفوا على ترتيب وعلى نظافة. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، هذه إطلالة الفيلا على المسبح. أشوف المسبح، أشوف الحديقة، وهنا من النافذة الثانية بتشوفوا إطلالة برضو. أفتحها بس أوريكم. الآن نروح للغرفة الأخيرة. طبعا هذه صالة ثانية، هنا صالة ثانية فوق. تبقى لنا الغرفتين، عفوا الغرفتين اللي هذه الغرفة قبل الأخيرة. تقريبا بعض الغرف نفس التصميم، نفس الستايل. كما تلاحظون في أغلب الغرف موجود القرآن الكريم.
وهذه غرفة مع حمامها. شوفوا هنا تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، فيلا الأندلس رقم 1 في بنشاك الجبل أندونيسيا. هذه الغرفة الأخيرة، معزولة بحمامها الخاص هنا، عزكم الله. شوفوا شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، صورنا لكم فيلة الأندلس رقم 1، لأنه في أكثر من أندلس، في رقم 1، في رقم 2، في رقم 3، وإن شاء الله بنغطيها كاملة. الآن آخر شيء اللي هو الحديقة مع المسبح. هذا المسبح، مسبح كبير ما شاء الله. حديقة الفيلا معزولة واسعة، والمسبح مخفي طبعا عشان الخصوصية للعوائل. هذه صالة الفيلا. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، فيلا الأندلس رقم 1 في الجبل. شكرا.